كلام دلوقتي شكله اروح ابيع برضه كل ما احب واحد اللي من دول اقول مش دي برضه بدا اجيب امال كتير وما كفتنيش برضه دارك وكل ما اجي اشوف نفس ما الاقيش اشطر دارك قلب اخوك كل ما اجي ابص لنفسي في المرايه ما الاقيش اخطر كانوا فاكرين اني هموت وانا مش بموت يا اسطى كل ما اقول شوف الجديده ننزل لكل الصمه جاي كتير معاك الحلو بس ما فيش ظهر لو جيت في البدايه دي كان زمان كله يقول نفسي خرب برضه وقتها وبتشوفوني بس ما بتشكروش عشان حساسين قصدي نصابين زي حساسين كان زمانهم بيقولوا نفس العبث وما بيجددوش برضه ازاي يا كلب جالك قلب ما قلتليش برضه يا اخي الدنيا دي غريبه بيبقى في بوبات بس ما فيش ولا عايز دارك بيم كام دلوقتي شكله اروح ابيع برضه كل ما احب واحد اللي من دول اقول مش دي برضه بقيت اجيب امال كتير وما كفتنيش برضه دارك وكل ما اجي اشوف نفس ما الاقيش اشطر دارك قلب اخوك كل ما اجي ابص لنفسي في المرايه ما الاقيش اخطر كانوا فاكرين اني هموت وانا مش بموت يا اسطى دول مش ستيبي ايس بيبي اش ده الكيتامين يا اسطى دول مش ستيبي ايس ده الكيتامين يا اسطى صاحبتك جنب في دي ام بتعمل ايه يا اسطى بتعمل ايه يا اسطى اصحاب ميتين دلوقتي انا مش عايز اكمله مصر من ايه؟ حط ريه دلوقتي وش بغضب بس انا مسك ايدي يس يا ريت بس نفهم اني طرتش بس عامل نضيف يس وانا مخليها الله بس عشان ما يحصلش جناية اصفر صاحبتك بتعمل عندي ايه في الدي ام ما تقوليش